تم مساء اليوم تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من قبل البنك الدولي في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاء بدور سموه على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأحياء السلام. من جانبه أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير المالية دكتور نايف الحجرف خلال الحفل أن تكريم البنك الدولي لسموه يعد تقديرا استثنائيا لدور سموه الريادي في دعم التنمية والسلام والمساعدات الإنسانية عالميا. بدوره أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج عن شكره للكويت أميرا وحكومة لاستمرار دعمها للعديد من الدول والمنظمات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في العالم. واليوم في 12 أبريل 2019 تعلن مجموعة البنك الدولي وتزامناً مع انعقاد اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المنفدى حفظه الله ورعاه، تقديراً لجهود سموه في دعم السلام والتنمية والمساعدات الإنسانية في المنطقة والعالم أجمع، وأنه بالنيابة عن شعب وحكومة دولة الكويت أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمجموعة البنك الدولي لمنحهم هذا التقدير الاستثنائي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدوره الريادي في دعم السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. هذه فرصة طيبة لكي نشيد بدور الدور الهام والمحوري الذي يقوم به سمو الأمير دولة الكويت أحمد جابر الصباح، فإننا اليوم ومع الكويت في طريق واضح وطريق يعني مستوي للتفاعل على مستوى النمو الاقتصادي والنمو والدعم الاقتصاد ودعم التنمية في حول العالم ودعم التنمية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. فدور الكويت ودور صاحب السمو هو دور هام ودور محوري ودور يشيد به البنك الدولي والمجتمع الدولي. بكل شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه على جهوده السخية ومساهمته في مجال السلام والتنمية الدولية. البنك الدولي هو أكبر مؤسسة دولية في مجال التنمية والإعمار، وتمثل 189 دولة وتساهم بأكثر من 70 مليار دولار سنوياً في مجال التنمية المستدامة لتقليل الفقر وجلب الحياة الكريمة لشريحة الطبقة الأقل دخلاً وكذلك ضحايا الحروب والمحلية والصراعات. الكويت بدأت مشوارها في مجال التنمية الدولية بانضمامها إلى مجموعة البنك الدولي عام 1962. العلاقة بين الكويت والبنك الدولي علاقة استراتيجية متينة، وكذلك إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961. ومساهمة في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال التنمية ومساعدة الدول الأقل دخلاً عالمياً، هذا التكريم كبير بالنسبة للكويت تحت قيادة صاحب السمو وكذلك للعالم وبالخصوص لي شخصيا كعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي. وهذا التكريم يزيدنا عزما ومثابرة في مجال التنمية المستدامة والإعمار ومساعدة الدول تمر في صعوبات كبيرة لتحقيق تطلعات شعوبها.